لا يخشى فريق النادي الاهلي ولا يخشى لاعبيه ولا يخشى ايضا التواجد في استاد القاهره ولعب امام جماهير، ولكن هو بيكن كل احترام طبعا وتقدير للنادي الاهلي ولجماهيره. هم قادمين من ابيجان من كوت ديفوار في مهمه، وهي طبعا الفوز بهذه البطوله وتحقيق لقبها، خاصه طبعا هم قدروا يتفوقوا في مباراه الذهاب بهدفين لهدف. قال ان هم مش هيركزوا على لعيب واحد، المباراه بالنسبه لهم 11 لاعب امام 11 لاعب، هم شايفين ان فريق الاهلي بالكل هو فريق كامل وقوي، وبالتالي هم بيحترموا الفريق كمجموعة كاملة، شايفين ان اللقاء هيبقى لقاء قوي امام النادي الاهلي وجماهيره.